يجيك ضيف يجلس عندك ما تقول ما يحس بك هاو ما عندك ضيفت. هي رمز رمز من رموزك. والقهوة تعلم لها الوالد أول. حط المحماس وحط القهوة يبوه وحمسه 25 دقيقة وبعدين برده بالمراد وبعد 10 دقائق تدقه بالنقر يوم تندق وبعدين حطه بالدلي المطبخي خلاص أطبخ لها 3 مرات وبعدين صفه جيبها المصفاي وحطها الهيل وحطها واطبخ بها منه. كل الهواي هواية الجنوب لها محامسي والشمال لها محامسي وكل ما تبعد بالشمال تزود تجمد القهوة شوي يجمدون شوي. بعضهم يحط عويدي وبعضهم يحط هيل بعضهم يحط هيل وزعفران. لها انواع اليمنية عندي احسن هي انواع الخولانية. مثل الدلالي صار مهجوري مبطيعي والقهوة صارت مبطي ما حموسة ولا دقيتها ولا طولت وي ما تثر بعد به. والهيلي صار مبطي بعد ما هو مدقوق وله عمول يثر بعد بالقهوة.